إذن لحظات وينطلق هذا اللقاء، لقاء الجوار المرتقب بين فريق التحدي والنصر، حوار الجار مع الجار، معه عامر التورغي. عامر التورغي اللي قضى أيام ومواسم رائعة مع التحدي. الجهة اليسرى محاولة توغل لكن ما يتمكنش، تبقى الكرة لصالح فريق التحدي من جديد، محاولة تسديد لكن تبقى الكرة لصالح فريق التحدي اللي حاول في هذه الدقائق يضغط على مرمى فريق النصر عن طريق محمود علي، وكرة لكن بعيدة بعض الشيء. وامامنا سالم التورغي، كرة التحدي لكن التغطية حاضرة من جانب لاعب فريق النصر. وهذا المدرب التونسي شهاب الليلي القادم من الأولمبي الباجي، كرة سريعة تعود لصالح فريق التحدي من جديد لكن ترجع لصالح فريق النصر عن طريق عامر التورغي، يحاول يقوم بالتسديد لكن ترجع لفريق النصر من جديد، وحكم اللقاء يقول ركلة جزاء لصالح فريق النصر. إذن ركلة جزاء لصالح فريق النصر، وحنشوف الإعادة، ركلة جزاء لصالح فريق النصر بعد محاولة أولى كانت لي وبطاقة صفراء. شوفوا عامر التورغي تقدم، حاول يسدد، اصطدم بمحمد فتحي، ثم حاول الإعلامي معاد أنه يتقدم بالكرة داخل منطقة العمليات. إذن ركلة جزاء لصالح فريق النصر، ركلة جزاء لصالح فريق النصر، وهذه الإعادة من جديد، محاولة عامر التورغي الأولى واصطدمت بمحمد فتحي، ثم محاولة توغل كانت من معاد الإعلامي. إذن ركلة جزاء، قد نشاهد هدف الافتتاح بالنسبة لفريق النصر، وأعتقد سالم المسلاتي، حوار بينه وبين حسن المجبري. إذن سالم المسلاتي، إذن سالم المسلاتي ويخطئ، وتصدي ناجح لحارس المرمى حسن المجبري، تصدي جد ممتاز لحارس المرمى حسن المجبري. إذن حوار، إذن سالم المسلاتي ويخطئ، وتصدي ناجح لحارس المرمى حسن المجبري، تصدي جد ممتاز لحارس المرمى حسن المجبري. إذن حوار جديد، الحوار يتجدد بين لوسيان وبين حسن المجبري. إذن لوسيانو، وهدف لصالح فريق النصر. ماذا يقول حكم لقاء؟ إعادة ثالثة. إذن هل ستكون الثالثة ثابتة أم سيتم إعادتها من جديد؟ إذن حوار ثالث بين لوسيانو وحسن المجبري، وركلة جزاء لصالح فريق النصر. لوسيانو من جديد، لوسيانو، وهدف لصالح فريق النصر. إذن هدف فعلا، هدف لصالح فريق النصر. وأمامنا شهاب الليلي مدرب التونسي لفريق النصر، وأمامنا عامر سالم التورغي مدرب فريق التحدي. مع معاد عامر التورغي، فرصة لصالح فريق النصر، يبقى الخطر قائم لكن لو وجود لاعب قريب، وخالد مجدي، خالد مجدي حاول أنه يجرب حظه بالتسديد لكن بعيدة. بدأنا نقترب من نهاية زمن الشوط الأول ولا جديد على صعيد النتيجة، باقي النصر متقدم بهدف لوسيانو من علامة الجزاء. هذا عامر التورغي، عامر التورغي يحاول يسدد، عملية اختراق وتوغل ومجهود فردي ممتاز من هذا اللاعب. يستلم كرة محمود علي، محمود علي من جديد يلعب كرة داخل منطقة العمليات لكن ما توصلش، تصل لمعاد الإعمامي، تبقى في اللعب لصالح فريق التحدي. تدخل من سالم مسلاتي وتمريرة وفرصة، أوه خالد مجدي، خالد مجدي، خالد مجدي، هدف ثاني لصالح فريق النصر، هدف ثاني لصالح فريق النصر عن طريق خالد مجدي. شباك، إذن أصبح فريق النصر يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. افتتح التسجيل لفريق النصر قلنا البرازيلي لوسيانو من على علامة الجزاء، ثم جاء هدف التعزيز الثاني من خالد مجدي عن طريق البرازيلي لوسيانو. عامر التورغي، عامر التورغي، لكن خروج في توقيت ممتاز لحسن المجبري. حنشوفوا الإعادة، شوفوا التوغل المنصوري، إذن دائما الحكم للسادة المشاهدين. إذن على كل حال بطاقة صفراء
لمحمد المنصوري، وتبقى الامور كما هي عليه. النصر متقدم بهدفين مقابل لا شيء. لاعب عبد الله الفرجاني كان صاحب هو المحاوله الاخيره بعد ما رجعت الكره من صدام، حاول الفرجاني انه هو يقوم بالتسديد لكن بعيده. طريق معاد يلعب كره سريعه بينيه، وفرصه لصالح فريق النصر، فرصه لصالح فريق النصر. اوه خالد مجدي هدف لصالح فريق النصر، هذه يعادل الهدف الثالث لفريق النصر عن طريق خالد مجدي بعد ما تلقى تمريره معاد العمامي. كره ملعوبه لكن ترجع تعود سريعه عن طريق ديجا. ديجا يقود هجمه سريعه في امام اكثر من لاعب، هجوم لصالح فريق النصر، فرصه لصالح فريق النصر فرصه. اوه هدف لصالح فريق النصر في احراز الهدف الرابع لصالح فريق النصر، ويشارك فريقه في مهرجان الاهداف بالنسبه لمباراه اليوم. اذا لوسيانو هدف الافتتاح من علامه الجزاء، ثنائيه خالد المجدي وفايز الشيخي اختتم مهرجان الاهداف باحراز الهدف الرابع.